طمنيني عليك يا ندى، انت كويسه دلوقتي؟ ايوه الحمد لله. الحمد لله. انا عارف ان انت مش عايزه تقابلي اي حد، بس بصراحه برضو ما كانش ينفع اكون موجود هنا وامشي من غير ما اشوفك واطمن عليكي. ما تقلقوش عليا، انا كويس. لا مش حقيقي، طنط قالت ان انت من ساعه ما عرفتي كل حاجه وانت ساكته مش بتتكلمي. اتكلم اقول لي تقولي اي حاجه، قولي اللي يجي على بالك، اللي جواكي، قولي انت حاسه بيه. صعبان علي نفسي أوي يا زين. طيب اهدي عشان خاطري، اهدي. خلاص اللي حصل حصل، المهم ان انت دلوقتي بخير. أنا مش بخير، أنا ضعيفة وغبية. المشكلة مش في الناس، المشكلة فيا أنا. متقوليش كده، بطلي بقى تلومي نفسك شوية. ملومش نفسي ازاي وانا كل شويه اتاكد ان انا مش قد الدنيا دي، لا فاهماها ولا فاهمه الناس ولا عارفه اعمل اي حاجه. خلاص اللي حصل حصل، وبعدين اللي حصل لك دوت ممكن يحصل لاي واحده او لاي بني ادم عادي. واحد نصاب وضحك عليكي، انسي، عدت. انا من ساعه ما فقت من الغيبوبه وانا كل حاجه بتحصل لي غلط، مشاعري غلط، ثقتي في الناس غلط، تفكيري غلط، كل حاجه غلط. صدقيني كل المواقف اللي حصلت لك ديت هتخلق منك إنسانة أقوى. أنا مش عايزة أبقى أقوى، أنا عايزة أستخبى في أوضتي ومش عايزة أشوف حد تاني. إزاي؟ شغلك وشركتك وصحابك اللي بيحبوك، كل حاجة هتبقى أحسن من غيري. أوعي تقول الجملة دي، مفيش حاجة في الدنيا عمرها هتبقى أحسن وأنت مفيش فيها. اعتبروني رجعت الغيبوبة تاني، كل واحد يشوف حياته ويسيبني أنا لوحدي. أنا عايزة أبقى لوحدي، عايزة أبقى لوحدي. بس أنا هفضل جنبك. أيوة أنا هفضل جنبك ومش هقدر أبعد أبدا.